هذا اللقاء هو جاء نتيجة ديال الوقوف على الحصيلة ديال الاتفاقية التي تم توقيعها أمام أنظار جلالة الملك سنة 2015 المرتبطة بالتنمية المستدامة لإقليم القنيطرة، واللي كانت شملت واحد المجموعة ديال المشاريع اللي شفنا التطور ديالها ويعني في الإنجاز. النقطة الثانية مرتبطة بالتفاعل مع السادة رؤساء الجماعات في إقليم القنيطرة، السادة رؤساء الجمعيات الرياضية، واللي كان في واحد التفاعل اللي طرحوا فيها مجموعة الإشكالات الخاصة الحاصلة على مستوى البنية التحتية، ثم كيف أو الطريقة لتجاوز هذا الخصاص الحاصل، وبالنسبة للجمعيات الرياضية كالتشجيع ديالها وكيفاش يمكن لهم يحصلوا على الاعتماد الضروري باش يمارسوا الرياضة في أحسن الظروف، علما أن القنيطرة كانت عبر التاريخ واحد الخزان لإنتاج أبطال رياضيين من مختلف الأصناف، واللي كان وقع واحد التراجع. دابا خصنا نعاودوا نستدركوا ذاك التاريخ أو ذاك المجد اللي كان عند إقليم القنيطرة. شكرا. يعني بدا تنبارك المستمعين ديال 12.ma لو 12.ma، وتنتمنى لهم رمضان مبروك. واليوم تنهنيو سعاده العميل اللي عرض على سعاده معالي الوزير ديال الشباب والرياضه اللي جاوا داروا ملخص على كاع البنيه التحتيه اللي غتبنيها الشباب والرياضه، وجا هضروا رؤساء الجامعات والبرلمانيين على كل واحد على المنطقة ديالو، وهضروا الأندية كمجتمع مدني وكرؤساء العصاب هضروا على المشاكل اللي عندهم والتصورات اللي عندهم على الرياضة، وهادشي كله خارطة اللي خطط لها سيدنا صاحب الجلالة الله ينصرو. ونتمنوا التوفيق للجميع، وهادشي كله اللي دايرينو راه في مصلحة الرياضة عامة وكرة القدم خاصة. وتنهني من لو 12.ma وتنبارك كاع أندية العصاب عيد مبارك سعيد ورمضان مبارك بلوتو، والتوفيق إن شاء الله في الرياضة وفي كرة القدم خاصة.